بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من درس خصوصي باللغة الفرنسية، منهج توم بولين. إن شاء الله الوحدة الستة زي ما عملنا في الحلقة اللي فاتت وفي الدرس اللي فات. هنقرأ الوثيقة ونشوف معناها ونحل الأسئلة الخاصة بها. لي لو دوكيمو بوي ريبون دو كيستيون. اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. Le père d'Ali invite sa famille à dîner dans un grand restaurant. Il a réservé une table de 4 personnes. Sa femme et ses enfants, Ali et Taya. Sur la table, il y a des couverts, un couteau, une cuillère, une fourchette et un verre. Il y a aussi une carafe d'eau et une boîte de mouchoirs. Le maître d'hôtel leur dit « Vous dînez au menu ou à la carte ?» Ils disent « au menu ». Le garçon apporte des crudités, tomates, concombres en salade. C'est comme entrée. Comme plat principal, toute la famille recommande du riz, du poulet et des frites. Comme dessert, Ali et sa sœur prennent de la glace. Le père et la mère prennent des fruits frais. النص بيقول لي والد علي دعا أسرته على العشاء في مطعم كبير، حجز ترابيزة لأربع أفراد، زوجته وأطفاله علي وآية، أنكوتو سكينة معلقة شوكة وكاس اللي هو كاس مية يعني، وقال لي فيه كمان شفشق مية اون كاراف دو وعلبة مناديل. لو ماتر دوتيل اللي هو مدير الفندق أو مدير المطعم بيقول لهم هتتعشوا على قائمة الطعام ولا بالبطاقة، بطاقة الوجبات السريعة الموجودة، فردوا وقالوا من القائمة، قائمة الطعام. النادل لو جارسون اللي هو خادم المطعم جاب لهم المقبلات اللي هي فاتح الشهية، طماطم وسلطة خضراء. بالنسبة للطبق الرئيسي بلا برينسيبال، الأسرة كلها رشحت الأرز والدجاج والبطاطس المقلية. بالنسبة للحلويات أو التحلية كوم ديسير، علي وأخته طلبوا آيس كريم دو لا جلاس، الأب والأم طلبوا فواكه طازجة. نيجي بعد كده شوازي لو بون جروب، هنختار الإجابة الصحيحة. لو بير دالي انفيت سا فامي، هيبقى فين؟ أو ريستورون. تمام. لا فامي دالي سو كومبوز دو بيرسون، الأسرة عبارة عن كم فرد؟ كاتر بيرسون، أربعة. La famille d'Ali va au restaurant. هما راحوا امتى المطعم؟ طبعا لو سوار، عشان pour prendre le dîner، عشان يتناول العشاء. السؤال اللي بعده mais vrai ou faux، صح او خطأ. Ali va avec sa famille pour prendre le déjeuner. علي مع أسرته راحوا عشان يتغدوا. طبعا faux، غلط. Comme plat principal، علي ريكوموند دو لا فيوند، علي طلب لحم للطبق الرئيسي. طبعا فون، غلط. توت لا فامي برون دي فريت، الأسرة كلها أكلت بطاطس مقلية محمرة، أكيد فغي. كوم دي سير، آيا برون دو لا جلاس، آيا طلبت آيس كريم كتحلية. طبعا لو ماتر دوتيل أبورت دي كروديتي، مدير المطعم أو الفندق هو اللي جاب لهم فواتح الشهية المقبلات. طبعا فو لو جارسون، النادل هو اللي جاب لهم فاتح الشاي. كومبلي بار دي مو بري دو تكست، هنكمل القطع صغيرة من القطع الكبيرة. لو بير دالي انفيت، عزم مين؟ اديني دو نانغرو سافامي، انفيت سافامي، عزم اسرته على العشاء في ان غون ريستورون، مطعم كبير. إلى ريزيرفي، حجز
une table de 4, les camphores, 4 et Afrod, 4 personnes. Sa femme et ses enfants, Ali et Taya, sur la table, il y a des couverts. المفارش أو الأدوات اللي هي أدوات مائدة الطعام. وانتظرونا بإذن الله في حلقة الجرامير. السلام عليكم.